لم يكن هذا الصرح البحثي الزراعي الشامخ هنا في محافظة أبين بعيدا عن ويلات الحرب وآثارها التي أحرقت ودمرت كل شيء جميل في اليمن السعيد، بل كان له كغيره من الصروح آثار وأضرار وخيمة أدت إلى توقفه لمدة 10 سنوات لتتمكن إدارة محطة الكوج للبحوث الزراعية من إعادة تأهيله وتشغيل ما أمكن تشغيله من أقسامه المختلفة. بدأنا تشغيل هذه الأجهزة منذ تقريبا 2 شهر. طبعا الأجهزة التي في المختبرات منها الأجهزة التي تقيس العناصر الكبرى والصغرى سواء في التربة أو في المياه أو في النبات أو في الأسمدة. طبعا تم تجهيز أولا المختبرات من خلال القيام بتوفير مصدر كهربائي وهو عن طريق موتور وشراء دينمة 50 كيلو، ثم تجهيز البنشات ومسألة السباكة وتوفير المياه بشكل جيد وتهيئة المختبر المكيفات. معنا الآن مختبرين جاهزين، هو مختبر أخذ العينات وفحص المواد الميكروبيولوجي وكذلك الحشرات. معنا نوعين من الميكروسكوبات، ميكروسكوب اللي يحدد لك اللي هو يحدد لك الحشرات، وكذلك مرتبط بكاميرا على شاشه رقميه. طبعا هذا الشيء نوعي، يضيف نوعي ويقدم خدمات كثيره لمعرفه الافات ان كانت حشريه ان كانت مرضيه. يقدم العاملون هنا بهذه المحطه البحثيه الزراعيه على مواصلة عملهم بكل تفان وإخلاص انطلاقا من تلك الأهمية الكبرى التي تحتلها هذه الأجهزة والمختبرات التابعة، بما يسهم ذلك في مساعدة القطاع الزراعي والعاملين على فحص عيناتهم الزراعية والعمل على الوقاية من مختلف الأمراض التي قد تفتك بالمحاصيل الزراعية. المختبر يعتبر ركيزة أساسية في أي عمل بحثي حتى يتمكن المركز من عمل الأبحاث والدراسات، كذلك الفحوصات اللي تجرى على التربة وعلى الأشجار وعلى الأغذية وعلى المياه. فأهمية المختبر تكمن في أن تعطي نتائج محاربة بعض الأمراض التي توجد في الفواكه والخضروات وفي الأشجار. هذه المحطات هي في غاية الأهمية للعمل البحثي في المجال الزراعي، وحبينا اليوم أن نقوم بزيارة رسمية إلى هذا الموقع للإطلاع عليها والنظر إلى مدى أهمية هذه الأجهزة التي اليوم التي أعلن عن تجينا في محطة أبحاث الكود. فهي أجهزة تساعدنا على البحث في الجانب الزراعي بشكل كبير وتفيدنا في قطع مسافات متقدمة جدا في العمل البحثي، كون كنا نفتقد إلى هذه الأجهزة المتواجدة اليوم على في المحطة. إعادة تأهيل وتشغيل مختبرات المحطة يعد بمثابة نافذة آمنة تطل من خلالها على مواصلة العمل مجددا، ومع ذلك ثمة إمكانيات أخرى يتطلب توفيرها لإعادة تشغيل ما تبقى من أجهزة ما تزال متوقفة، ما يستدعي من الجهات المعنية وكل من له علاقة بسرعة توفيرها لتبقى هذه المحطة البحثية سنداً عملياً للقطاع الزراعي بأبين.